بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البدء أتوجه بالشكر الجزيل للأخوة القائمين على هذا التأبين ولا شك أن استمرار عقد مجالس التأبين على روح سماحة الوالد بعد مضي هذا الوقت من الزمن الذي ليس بقصير، مرور 10 سنوات، وهذا الارتباط بهذه الشخصية يشعرنا بما لهذه الشخصية من قرب ومحبة في نفوس أتباعه، في نفوس محبيه، في نفوس الناس الذين عرفوه وعرفوا ما قدم من أجلهم ومن أجل هذا الوطن، من أجل هذا الدين. فهذا الارتباط وهذا الالتحام بين أبناء هذا الشعب وبين رموزهم العلمائية لشيء يفتخر به. يعني نحن يجب أن نفتخر بمثل هذه الرابطة وهذه العلاقة بين أبناء هذا الشعب وبين رموزهم، خاصة العلماء الربانيين الذين قدموا الكثير من أجل خدمة هذا الدين ومن أجل إعلاء شأنه ومن أجل الدفاع عن الناس وعن مصالحهم. في حديث عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها. نحن حينما نتحدث عن علمائنا يجب أن نعي تماما القيمة الكبيرة لعالم الدين في المجتمع. ففي هذا الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام يعبر عن العالم بأنه كسور المدينة، هو حصن. الناس حينما تخاف، حينما تهاب شيء، تلتجئ إلى شيء تتحصن به. والعلماء هكذا موقعهم في الأمة. العلماء دائما كانوا هم الحصن الذي يلجأ إليه الناس. ليس غريبا أن نرى هذا التلاحم مع علمائنا الربانيين، لأن هؤلاء العلماء كانوا دائما في الموقع المتقدم، كانوا دائما يقدمون الكثير من أجل هداية الناس، من أجل الدفاع عن الناس، من أجل خدمة الناس. نحن مع احترامنا لكل العلماء، ولكن هناك نمط من العلماء نجد الناس ترتبط بهم. الناس ترتبط بالعالم المتواجد معها، الذي يشعر بما تمر به من أزمات، الذي يشاركها
في أفراحها في أتراحها يكون معها دائما. هذا الإنسان احتل مساحة واسعة من حياة الناس، من حياة المجتمع. فإذا أردنا أن نتحدث عن شخصية كشخصية سماحة الوالد عليه الرحمة، نجد فيه هذه الخواص. فهو منذ أن عرفته الساحة، عرفته في العديد من المواقع وفي كل المواقع التي تحتاج فيها إلى من يكون معها، في الشأن الاجتماعي، في الشأن الديني، في الشأن في الأمور الخيرية، في حينما تطورت الأوضاع والتهبت الساحة في القضايا السياسية، كان لا يتأخر، كان يتقدم، كان يعرف بأن موقعه كرجل دين، كعالم، أن يتقدم الصفوف وأن يرفع صوته بالحق، لأنه إذا سكت فإن الآخرين سيسكتون. حينما يتحدث هو يعرف بأنه سيكون قدوة للآخرين لكي يتحدثوا، لكي يبوحوا بما في أنفسهم. ارتباط الوالد بالناس مسألة يشهد بها الكثير، بل كل من عرفه. لا أكاد أذهب إلى قرية، إلى منطقة، إلا ويحدثني أهالي تلك القرية عن العديد من القصص لهم مع الوالد. كان أبوك كذا، كان معنا، كان في كل قضاياهم الاجتماعية، قضاياهم الدينية، قضاياهم السياسية، دائما هناك العديد من القصص والشواهد على تواجده. حينما اعتلت صحته وتم تشخيص حالته وأن لديه مشكلة في الفقرات في الظهر، أشفق عليه الأطباء من إجراء الجراحة في البحرين، وقال أحد الأطباء أن هذه الجراحة أنا متمكن منها، ولكن أنت في وضعك الصحي قد لا تستطيع، لذلك أنا لا أحبذ أن أجريها. ثم نصحه: أنت قد لا تحتاج إلى جراحة لو أنك قللت من ارتباطاتك الاجتماعية، لو أنك جلست على كرسي لا تتحرك، دع الناس يأتون للسلام عليك، أنت لا تقف، قلل من ارتباطاتك، قلل من عديد من الأمور، لا تركب الدرج. مجموعة نصائح هذه كلها لمن يعرف الوالد كانت مستحيلة. فمن أول يوم وضعنا له الكرسي ورأى الناس تأتي للسلام عليه وقف، ذكرناه بنصيحة الطبيب. الطبيب يقول: لا تقف. قال: لا أستطيع، الناس تأتي للسلام علي وأنا جالس، أنا لا أعمل هذا، لابد من الوقوف. ولم يكن يفرق بين شخص ذي شأن، تاجر سياسي، أو شخص فقير. يقف للجميع، يقف للكبير في السن ويقف للصغير في السن. شاب صغير يأتيه أيضا يقوم ليستقبله. هي هذه أخلاقه، هكذا هو كان مع الناس. لذلك الناس حينما أحبته لأنه وجدت في هذا القرب منهم. الهم الاجتماعي كان مسيطرا عليه،
ليس بإمكانه أن يسمع أن هناك خلاف مثلا في بين جماعتين في مأتم وأن يترك دوره في أن يقوم بما يلزم لحل هذا الخلاف. حتى أن بعض الأخوة في بعض القرى أخبروني بأن كانت لديهم مشاكل في بعض المآتم مرت عليها سنين طويلة وأنها قد انتهت بفضل تدخل الوالد. يعني الجماعتين كانوا يكنون للوالد احتراما وتقديرا، فحينما تدخل حدث بما يشبه يعني عمل مستحيل. يعني تعرفون كثير من هذه المشاكل حينما تأخذ يعني تتأصل وتكون لها جذورها، من الصعب اقتلاعها، من الصعب تصحيح كثير من هذه الأوضاع. ولكن هو كان يرى بأن مسؤوليته هو أن يكون في مثل هذه المواقع. المشاكل الاجتماعية، زوج وزوجته، كان يرى نفسه بأنه يجب أن يكون في مثل هذه المواقع، أن يحاول أن يحل الخلافات الأسرية. بعض النساء، وأتذكر جيدا أن أحيانا الخلافات زوجية ورجل قد يطرد زوجته في وقت مبكر جدا من الصباح أحيانا، وحصل مرات مع بداية النهار توا قد أشرقت الشمس، نرى امرأة مع أولادها قد أتت إلى البيت لتشتكي عند الوالد بأن لديها مشكلة وأن زوجها قد طردها. والوالد يأخذ الموضوع بكل يعني اهتمام ويرى بأن من الواجب عليه عمل شيء من أجل هذه الامرأة ومن أجل هذه الأسرة. أحد مراجعنا الكبار سأله أحد تلامذته، قال له: لو عرفت بأن اليوم هو آخر يوم في حياتك، فما العمل الذي تحب أن تقوم به لتلقى الله؟ قال: أخرج وأقف على باب البيت وأقدم ما أستطيع من خدمة للناس. فهذا المرجع يريد أن ينهي حياته بأن يكون خادما للناس، أن أقف على باب بيتي وأن أقدم ما أستطيع من خدمة للناس، لأنه يعرف شرف وعظمة مثل هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. فليس غريبا حينما نقف أمام مثل يعني هذا الكلام بهذا المرجع الكبير أن نرى العلماء المخلصين، العلماء الذين وقروا العلم والذين حاولوا جهدهم أن يعطوا لهذا الموقع ما يستطيعون خدمة لهذا الموقع المتقدم في الأمة، ليس غريبا أن نرى اهتمام هؤلاء الرموز بخدمة الناس، بأن يكونوا مع الناس. أتذكر جيدا في فترة الحصار أن الوالد كان يشعر بضغط من ناحية استحقاقه للحقوق الشرعية، فكان يقول لي: أنا في هذا الوضع لا أستطيع أن أقدم أي خدمة للناس، فبأي حق أخذ حقا شرعيا؟ فكان يبحث عن أي شيء يقوم به. فمن بين الأشياء التي كان يستطيع القيام بها
أنه في فترة الحصار كان يسمح للأطفال الصغار الذين يلعبون مع أبناء العائلة الصغار أن يدخلوا البيت، فوجد أن هذا عمل يستطيع القيام به، أن يجلس مع هؤلاء الأولاد الصغار ويكلمهم، وأن إذا أتى وقت الصلاة يتقدم الصلاة ويصلون خلفه. شيء آخر، كان يصر بأن يتحدث مع أي شخص، يعني إذا اتصل شخص وأراد مسألة فقهية، أراد خيرة، أراد أي شيء، وكان يقول: أنا إذا لا أعمل شيء، إذا لم أقم بأي عمل، فإني أستشكل أن أخذ شيئا من الحق الشرعي. فخدمة الناس، العمل من أجل الناس، هو من ضمن يعني مكونات شخصيته التي لا تنفك. يعني هذا الشيخ السلام، هذا الشيء لا ينفك أبدا عنه، عرفه الناس هكذا قريبا منهم، مبادرا لخدمتهم لحل قضاياهم، سواء كعالم دين أو حينما كان نائبا في البرلمان أو حتى في القضاء. في كل موقع كان يحاول أن يأخذ على عاتقه تقديم شيء لهذا الشعب، لهؤلاء الناس. أتذكر أني في أحد كتب المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه يقول: نحن كيف، يعني هناك مفاهيم كيف نتعلمها؟ حينما نقول العطف على اليتيم، هل هذه مسألة الإنسان يقرأها في كتاب يعرف كيف يعطف على اليتيم؟ يقول: اذهب واقترب من اليتيم، ضع يدك على رأسه، حاول أن تتعرف على المشاكل التي يعيشها هذا اليتيم، حين ذاك ستتحرك المشاعر الإنسانية لديك. لا تحاول أن تأخذ هذه القضية كقراءة، اذهب اعمل شيء. فالمنهج الصحيح لمن يريد أن يقدم خدمة للناس أن يذهب إلى الناس، أن يجلس مع الناس، أن يتعرف على مشاكل الناس، أن يحاول أن يقدم شيئا لهم، لأن هنا ستبدأ المشاعر والأحاسيس في تواصل بينه وبين الناس. فحينما يعرف بأي مصيبة حدثت لأي أسرة، لأي عائلة، ستكون هذه المصيبة ضابطة عليه، يشعر بأنه هو الشخص المعني بهذه المصيبة. حينما يعرف بأي ضيق، ألم، أي شيء يحصل، لأنه لم يأخذ هذه الأمور من خلال قراءة أو من خلال سماع، إنما من خلال اتصال مباشر، أن يكون مع هؤلاء الناس وأن يتعرف على ما يعانون من مشاكل، من أزمات. لذلك ترون هذه حالة انفعال التي كانت لديه، وأحيانا لا يستطيع أن يمسك نفسه عن ذرف الدموع من في اللقاء مع الناس، هذه تأتي لأنه حصلت هذه الحالة من القرب من المشاكل التي يستشعر بها هؤلاء الناس. حينما نتحدث عن شخصية المرحوم والد، من الأهمية بمكان أن نركز
على مثل هذه الخصائص، والتي هي من مدرسة أهل البيت عليهم السلام. يعني أهل البيت هكذا يحاولون أن يعلموا شيعتهم، يعني أنت يجب أن تكون في مثل هذه المواقع، يجب أن تسعى لتقديم ما يمكنك من أجل التخفيف عن هؤلاء المنكوبين، عن يعني ما يمرون به من أزمات. أتذكر أننا كنا نتحدث ذات يوم، وكان الراديو على الأخبار، وكخبر من الأخبار هو قصف مكثف على أحدى المدن أيام الحرب العراقية الإيرانية. نحن كنا نتحدث والبعض يضحك ونمزح، فرأيت الواد حينما سمع الخبر نزل رأسه واسترجع وصوته تغير، يعني فشعرت أن هذا الخبر نحن سمعناه وكنا نضحك ونبتسم ونتحدث ولم يتغير شيء، هو سمع ولكن استشعر مصيبة هؤلاء الذين يعني يعانون الآن. هكذا الإنسان إذا استشعر وعاش آلام الآخرين يكون قريبا منهم. والناس لا تخطئ في تشخيص من يحبها ممن يتظاهر بالحب، لا تخطئ في تشخيص من يتبنى حقيقة قضاياها أو من يتاجر بهذه القضايا. لذا ليس غريبا أن يكون هذا الموقف المشرف لأبناء هذا الشعب من استذكار الوالد رحمة الله عليه رغم مرور كل هذه السنوات، لأن الكثيرين عاشوا تلك التجربة بكل تفاصيلها، والصغار الذين أتوا من بعد سمعوا الكثير، فهؤلاء جميعا يحملون الكثير من التقدير لهذه الشخصية. ويجب أن يكون هذا التقدير واقعا لعلمائنا الذين يقدمون الكثير من أجل رفعة الإنسان، من أجل عزة الإنسان. هؤلاء يضحون بكل شيء من أجل حماية الدين، من أجل حماية العقيدة، من أجل الدفاع عن مصالح الناس، وهم بذلك يستحقون ما ورد في الحديث الذي بدأنا فيه من أنهم حصن بأنهم كحصن سور المدينة لها، أنهم حصون الإسلام. حينما يكون الإنسان هكذا بهذه الصفات فهو يستحق أن يكون من هو كسور يحتمي به الناس ويلجأ إليه الناس في الشدائد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.